أهلا بكم. ماذا يعني تلويح أحزاب وميليشيات موالية لإيران في العراق بتشريع قانون جديد يعطي المقيم مدة عام واحد في العراق يعطيه إمكانية الحصول على الجنسية العراقية بحسب مصادر برلمانية؟ هل ستستخدم أساليب قانونية جديدة وهذه المرة أيضا لتحويل العراق إلى بيئة طائفية ضمن مشروع التغيير الديموغرافي الذي ابتدأ منذ عام 2003 عبر تجنيس مئات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان بشرط بقائهم أو إقامتهم في العراق مدة عام واحد بدوافع طائفية؟ إلى أي مدى سيهدد ذلك تركيبة البلاد الديموغرافية وسيطمس هويتها العربية؟ وما تداعيات استمرار مشروع التغيير الديموغرافي في العراق تحت غطاء أمريكي بتنفيذ من أدوات إيرانية بحسب ما يصف الكثير من المراقبين والمحللين؟ وأيضا تقارير محلية وبرلمانية تتحدث عن وجود أو عن نحو 20 مدينة و300 قرية عراقية تعرضوا لعمليات تغيير ديموغرافي في بيئاتهم السكانية. تعرضت كل هذه المدن والمناطق إلى تغيير ديموغرافي في بيئتها السكانية، رافقها طبعا جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان. مشاهدينا الكرام، نضع تحت الضوء هذه القضية اليوم، وأرحب بضيوفي الكرام الأستاذ أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا الأستاذ يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وعبر الهاتف الأستاذة إيناس زايد المحامية والناشطة الحقوقية. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بحجج واهية وأساليب مختلفة تستمر عمليات التغيير الديموغرافي في العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني عام 2003 بشكل منظم ومدروس على يد الميليشيات المدعومة حكوميا وبتخطيط ورغبة طهران تحت غطاء أمريكي. تهدف عمليات التهجير والقتل والتغييب القسري لتحقيق التغيير الديموغرافي على يد زعماء الحرب من ميليشيات الحشد والأحزاب السياسية، مخلفة بذلك مئات آلاف المشردين والقتلى والمفقودين. ووفقا لتقارير محلية وبرلمانية، فإنما لا يقل عن 20 مدينة ونحو 300 قرية عراقية تعرضت لعمليات تغيير كبيرة في بيئتها السكانية، رافقتها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، وتعد محافظات التأميم، نينوى، بابل وصلاح الدين، وديالى والبصرة، وبغداد، وحزامها بشكل خاص أبرز المناطق العراقية التي نشطت فيها عمليات التغيير الديموغرافي التي تنوعت أساليب تنفيذها من مكان لآخر. التغيير الديموغرافي في العراق يسير وفق تخطيط ورعاية إيرانية ضمن برامج الحكومات المتعاقبة وسطوة الميليشيات المتنفذة، ومن خلال تجدد العمليات العسكرية والاعتقالات تارة، وتجريف الأراضي الزراعية بذريعة الإرهاب تارة أخرى، كما حصل مؤخرا حين قامت ميليشيات مسلحة بتجريف نحو 30 دونما من البساتين بمنطقة التاجي شمالي بغداد، أو بحجة إقامة المشاريع الاستثمارية والمدن السكنية. أما آخر أساليب تغيير تركيبة العراق السكانية فهو ما تسعى إليه أحزاب وميليشيات موالية لإيران، تدفع باتجاه تشريع قانون جديد يعطي المقيم لمدة عام واحد فقط إمكانية الحصول على الجنسية العراقية بحسب مصادر نيابية، في خطوة لتحويل العراق إلى بيئة طائفية عبر تجنيس مئات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان بدوافع طائفية، ما يهدد تركيبة البلاد الديموغرافية ويعد محاولة لطمس هويتها العربية. إذن أبدأ معك دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، مرحبا بك معنا دكتور أيمن.
حياكم الله أخي الكريم، وتحية للضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. حياك دكتور أيمن. دكتور أيمن، هناك تلويح من قبل، يعني هناك مصادر برلمانية تحدثت عن أو لوحت باستصدار أو تشريع قانون يجنس على وفقه أجانب مثل إيرانيين، باكستانيين، أفغان، يجنسون في العراق، يمنحون الجنسية العراقية لمجرد بقائهم سنة واحدة. لماذا صرنا نسمع هذه الأمور؟ طبعا لا نتكلم عن ما مدى إمكانية تمريره أو عدم تمريره، ففي العراق حصل العجب العجاب، ولكن نتحدث يعني لماذا لم نكن نرى أو نسمع هذا الشيء؟ هناك دول 10 سنوات و15 سنة و20 سنة لا تمنح جنسيتها للأجانب، ولكن في العراق بعد عام 2003 صرنا نسمع هذه الأمور. يعني كيف تنظر إلى هذا التلويح باستصدار قانون لتجنيس من يقيم في العراق من الأجانب، وخاصة ما ذكرتهم، لمدة عام واحد؟ هو الحقيقة أخي، هذا يعني حتى الدول العربية يعني بالخصوص تقلل كثيرا وتقصر كثيرا في هذا الموضوع، لأنه الأمر يعني معروف أنه اعتزاز بالهوية العربية، لا سيما أنه هنالك القادمين من خارج الدول العربية. هذا طبعا يسبب مسألة أرق حقيقة وقلق لدى العراقيين على وجه الخصوص ولدى العرب بشكل عام. لكن هي في الحقيقة هذا الأمر، يعني احنا لدينا اليوم 9 حكومات متعاقبة بعد الاحتلال. هذه الحكومات حقيقة منذ يعني صياغة الدستور بين قوسين، يعني كان هنالك لغط وجدل حول يعني كأنما العراق ليس عربيا ولا ينتمي للأمة العربية وليس مؤسسا في جامعة الدول العربية، وهذا كله كان فيه الجميع يتذكر هذه الأمور التي حدثت والغبار الذي أثير حول هذا الموضوع في حينه، لأنه من جاء بهم الاحتلال هو جاء بهم لهذا السبب. يعني هو يراد اليوم في العراق أن يفرغ البلد من محتواه ويسلب منه الدور الطبيعي سواء الإقليمي أو الدولي. فكيف يعني اليوم نصل إلى هذه المرحلة؟ نصل إلى هذه المرحلة بتسييد الغرباء وجعلهم متمكنين في البلد ومسيطرين عليه ومهيمنين على مقدراته، وملاحقة أبناء الوطن الوطنيون، أعني الوطنيين الشرفاء الذين يهمهم الموضوع، وكذلك الموافقة أو السماح للميليشيات بدخول البرلمان أيضا بين قوسين. فهذا طبعا هو مؤشر منذ بداية دخولها إلى البرلمان. هذا كله حقيقة الأمر مخطط ومخطط له ويراد له أن يكون، ومع الأسف الشديد يعني كل المعطيات تقول أنه سيكون ولو ليس على المدى القريب، لكن هذا المخطط يعني فعال وجاري التنفيذ بالنسبة له، لأنه كل المؤشرات وكل الأمور التي تصب في صالح إفراغ أو إخراج العراق من حاضنته العربية وسلب هويته العربية، هذه كلها حقيقة واضحة. يعني حتى يعني لا أبالغ إذا أقول موقف الأخوة الكرد أفضل بكثير تجاه هذا الموضوع، مع أنهم ليسوا عربا يعني بالنتيجة، لكن هذه المسألة لها أبعاد وطنية، لها أولويات ينبغي أن تتحرك فيها. والمشكلة الأكبر من ذلك أنه جميع الحكومات لم تأتي بحسن نية، في جميع الحكومات المتعاقبة طبعا لم تأتي بحسن نية،
ولم تظهر حسن النية ولم تثبت حسن النية تجاه المواطن العراقي. نعم. فأصبح كل القوانين أصبحت كل القوانين هي قوانين غير عادلة. لماذا؟ لأن مشكلة هذه القوانين حتى وإن كان منطوق يعني منطوقها واضحا أو يتحمل الأوجه عديدة، فإنه سيفسر ويعني يستغل لصالح التنكيل بالمواطن العراقي والنيل منه والنيل من كرامته. وطبعا اليوم كما تفضلتم لدينا أكثر من 375 بين بلدة وقرية ومدينة ممنوع أهلها ممنوعون من العودة إليها وخرجوا بقوة السلاح والتهديد والترهيب، بينما يرادوا تجنيس التلويح ب يعني استصدار قوانين تجنس الأفغان، تجنس الباكستانيين، تجنس الإيرانيين. نعم، هذا هو يعني هذه كلها ممهدات لهذا الموضوع. يعني لماذا أفرغوا هذه المدن؟ لماذا تعاملوا بسوء نية مع المواطن؟ لماذا المشكلة تكمن في تطبيق القوانين في العراق ما بعد 2003؟ هذه كلها حقيقة منظومة كاملة تصب بالنتيجة في أنه سيصل هذا الموضوع إلى يعني سيرى النور كما يقولون، لكن ممكن ليس على المدى القريب، لكن هو بالمشكلة أنه يعني التخطيط جاري له وجاري بقدم على قدم وساق من نعم. جميع الاتجاهات وكافة الصعوبات. نعم أستاذ أيمن، أبقى معي دكتور لو سمحت. أرحب بالأستاذ يحيى السنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. أستاذ يحيى مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. أستاذ يحيى سنبل، لماذا يعني كثير من المراقبين يتساءلون، محللين مراقبون للشأن العراقي يقولون لماذا التابعون لإيران أصبحوا يتحكمون بالعراق وبمقدرات العراق وبثروات العراقيين وبأموال العراقيين وحتى بالقوانين التي تسن؟ يعني من وجهة نظرك لماذا بعد الاحتلال التابعون، هناك من يسميهم تبعية لإيران وهناك من يسميهم تابعون لإيران والموالون، لماذا هناك محاولات بين سنة وأخرى بين كل 5 سنوات يتم التلويح باستصدار قوانين لتجنيس الإيرانيين في العراق بسهولة، وخاصة ما تحدثت به مصادر برلمانية عن شرط إقامتهم مدة سنة في أمر غريب جدا؟ أخي الكريم، هذا القانون هو مبني على مشروع جاءت به أمريكا منذ البداية، والمشروع الأمريكي الصهيوني المتعاون مع إيران يقتضي ليس فقط العراق وإنما تغيير التركيبة السكانية من أجل أمن الكيان الصهيوني، وهو يستهدف الأقطار العربية، سوريا ولبنان والأردن ومصر. ولكن حديثنا اليوم حول العراق، هذا حلقة من حلقات المشروع الأمريكي الغربي الصهيوني المتعاون مع إيران. لذلك إصدار هذا القرار، نعم، هو لتغيير التركيبة السكانية في العراق. ونحن قلنا سابقا ونقول إن أحد أهداف المشروع الأمريكي في العراق هو تحجيم الكتلة الاجتماعية الكبرى، وهم العرب السنة في العراق، والذين بموجب انتخابات 2005 ظهر إنهم أكثر من 41%، لأن الأمم المتحدة قالت من شارك في الانتخابات ما يقرب 59%، وقد شارك أيضا جزء من العرب السنة في هذه الانتخابات من أتباع ما يسمى الحزب الإسلامي وعلاوي والمطلق والآخرين الذين شاركوا. لذلك هم فنسبة تصل إلى 45%. الإدارة الأمريكية أقرت بأن العرب السنة 20%، والآن المشروع يأتي في ضمن هذا الوقت، لأن هناك مطالب بإجراء تعداد سكاني، والتعداد السكاني يقتضي
أن يدخل ملايين من الأشخاص لتجنيسهم لمواجهة الكم الكبير من قبل العرب السنة، الذي إذا ما وجد كلمة المذهب، ولو يعني المفروض ولو أنهم يحاولون الآن رفع هذه التسمية للإبقاء على حالة غمط الحقوق بالنسبة للعرب السنة، ولكن أعتقد هو سيكون هو الفارز الحقيقي. لذلك عملية التجنيس هذه هو ضمن حلقة من حلقات المشروع الصهيوني الأمريكي الذي جاءت به، وعملية تسليم مقدرات البلد إلى إيران هذا أصبح بتوافق دولي منذ البداية. يعني القوة التي تسمى القوة المعارضة التي كانت تترعرع في إيران، وأغلبهم أيضا من التبعية الإيرانية الذين طردوا من العراق في عام 1980، أصبحوا يشكلون هناك خلايا وعصابات قاتلت الجيش العراقي أبان الحرب العراقية الإيرانية، وهؤلاء هم من تسلموا مقادير الأمور بإرادة عربية وإقليمية ودولية وأمريكية وصهيونية. تم الاتفاق على كل هذه الأمور قبل احتلال العراق بأشهر أو سنوات. لذلك أصبح الأمر الآن في العراق هو بيد هؤلاء التبعية، ووجود هؤلاء ما يسمى سياسيي العرب السنة هو لإكمال الديكور فقط، باعتبار أعطوا المشروعية لهذا العمل الإيراني والعمل الصهيوني بتحجيم أبناء جلدتهم وتحجيم أبناء العراق الحقيقيين، وهؤلاء مقابل الحصول على مكاسب ومناصب لا قيمة لها. لذلك هذا هو كل المجمل بالمختصر، وإلا لو أردنا أن نتحدث بالتفاصيل المشروع منذ البداية يقتضي حلقات كثيرة، لكن هذا هو المختصر. فما يجري في العراق من عمليات تغيير ديموغرافي ينسحب على ما يجري الآن في سوريا ولبنان، ومحاولة الدخول على الأردن، ومحاولة الدخول على مصر. نعم، إذن هو مشروع تغيير ديموغرافي ربما لا تتوقف حدوده عند العراق، وما يجري في العراق أمر خطير، انتهاكات وجرائم إنسانية نتحدث عنها مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة إيناس زايد، المحامية والناشطة الحقوقية. أستاذة إيناس، مرحبا بك. مرحبا بك دكتور سمير، ومرحبا بضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام أيضا. أهلا بك أستاذة إيناس. أستاذة إيناس، مشروع التغيير الديموغرافي مشروع خطير بدأ في العراق عام 2003، ولم يبدأ كلاما بل بدأ أفعالا وانتهاكات إنسانية وجرائم تهجير وقتل واعتقال، وهناك مدن أفرغت من أهلها الأصليين في العراق ولا يسمح لهم بالعودة والسكن في مناطقهم الأصلية. الآن هناك قوانين أو التلويح بسن قوانين لتجنيس إيرانيين في العراق مقيمين مدة سنة واحدة. طبعا سوف يعني نتحدث عن القانون الدولي ومن أباح لحكومات المنطقة الخضراء بسن قوانين تحرم المواطن العراقي من حقوقه في الحصول على حتى إثباتاته الشخصية. هناك مهجرين مولودين يسمونهم بتسميات تخرجهم من كونهم مواطنين عراقيين مهددون بمجتمعهم، صناعة الأعداء من الداخل، كلها ممارسات هذا المشروع، مشروع التغيير الديموغرافي. ماذا يترتب أستاذ إيناس على هذه الانتهاكات الإنسانية والجرائم بحق المواطن العراقي التي إن تم السكوت عليها في العراق دوليا فسوف تستمر وتتعدى حدود العراق؟ نعم دكتور سمير، يعني كما ذكرت يعني المشروع المذكور والذي يعني بمحتواه يجنس إيرانيين، يعني نعم أنا لم أطلع على مشروع القانون، ولكن هو بوضوح يأتي ضمن سلسلة إجراءات متبعة من قبل الحكومة العراقية، ليس من اليوم ولكن من عدة سنوات كما ذكرت، منها تهجير بعض
مواطنين من أماكنهم ومنع بعضهم الآخر من الخروج من المناطق الموجودين فيها. وكنا قد اطلعنا على هذا الأمر كقانونيين وكحقوقيين ويعني نبهنا وشددنا على خطورة هذا الأمر من ناحية التغيير الديموغرافي، وتبع ذلك مجموعة من الانتهاكات التي متمثلة بشكل أساسي بتدمير البنى التحتية في الأماكن التي هجر منها الأشخاص حتى لا يتمكنوا من العودة إلى تلك الأماكن، مع عدم إيلاء الاعتبار إلى إعادة إعمار تلك المناطق. وبالمقابل كان هناك دعم لبعض المخيمات، أو بالأحرى يعني تمركز لبعض المخيمات في بعض المناطق والتي منع الأشخاص أيضا من مغادرتها. كان الأسبوع الماضي أيضا هناك قرار صادر عن الحكومة العراقية يعني يعطي مهلة للأشخاص بأن يقوموا بمغادرة المخيمات إلى مناطقهم، ويعني في حال لم يتم المغادرة يتم قطع المساعدات والمعونات عنهم. هذه الإجراءات وسلسلة الإجراءات تأتي في ختامها هذا الحديث عن هذا المشروع، مشروع القانون، يعني تبين بشكل واضح السياسة التي تنتجها اليوم الحكومة العراقية في يعني في سعيها للتغيير الديموغرافي وإضافة عناصر جديدة في المجتمع العراقي، من ربما يكون له أيضا يعني تبعات أيضا خطيرة من أجل تفتيت المجتمع العراقي أو حتى إنشاء مجتمعات جديدة داخل المجتمع العراقي، ومن ثم الحديث لاحقا حول تقسيم وما إلى ذلك. يعني المسألة برمتها إن أردنا الحديث من الناحية الحقوقية، بالتأكيد نحن نتحدث عن انتهاكات مركبة على هؤلاء المواطنين، بدءا ابتداء من تهجيرهم من أماكنهم وصولا إلى منعهم وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية حتى في المخيم، قطع الإمدادات عنهم، وأيضا اليوم نتحدث عن يعني تهديد شملهم أو تفتيت شملهم، وأيضا عدم إعطائهم حقوقهم كمواطنين عراقيين. منظرة القانون الدولي لهذه المسائل جميعا طبعا هي في ظل القانون الدولي وفي عدة اتفاقيات دولية، هذه تعتبر انتهاكات وهي يعني من مسؤولية الحكومة العراقية بوصفها الممثل واليوم السلطة يعني الشرعية على الأرض التي تقوم باتخاذ القرارات والتي تصدر مشاريع القوانين وتسنها وتقوم يعني بتنفيذها وبالتصديق عليها، وأيضا هي التي أو هي المخولة بتوجيه القوى الأمنية من أجل القيام بإخلاء بعض الأماكن وإجبار الأشخاص أو المواطنين للمغادرة بعض الأماكن الأخرى. طبعا عدا عن كون أن هناك ميليشيات تصمت الحكومة العراقية في ظل يعني النفوذ التي تتمتع فيه، وأيضا السيطرة وأيضا الظلم والإجراءات التي تقوم بها تجاه المواطنين دون تحرك من الحكومة العراقية. جميع هذه الأفعال تدخل ضمن الانتهاكات المحظورة دوليا، والتي كنا نحن كقانونيين، وصدر هناك أيضا العديد من التقارير عن منظمة هيومن رايتس ووتش، عن منظمة العفو الدولية، وأيضا منظمات أخرى تندد بهذه الانتهاكات وتحث الحكومة العراقية على القيام بخطوات عاجلة من أجل منع هذه الانتهاكات، إلى أننا على مدار السنوات الماضية لم نشهد أي يعني إشارة أو مبادرة لوقف هذه الانتهاكات، بل على العكس تماما، مع مرور الوقت يزيد الوضع سوء ويتفاقم، هناك مواليد جدد، هناك أشخاص يعني بحاجة إلى حقوق أساسية مثل التعليم والعمل وما إلى ذلك، يحرمون جميعهم من هذه الحقوق على الأمد البعيد، وهذا بحد ذاته مع استمراره يشكل خطورة في المجتمع العراقي. هذا القانون حقيقة إن كان يتحدث فقط عن منح الإيرانيين على وجه التحديد، أنا يعني كما ذكرت لك أنا لم أطلع على مشروع القانون، ولكن إذا كان يتحدث عن فقط تجنيس الإيرانيين المقيمين في العراق لمدة سنة واحدة، يعني هناك أستاذ إيناس، يعني هناك حديث وتقارير يعني وتصريحات من داخل البرلمان تتحدث عن أن هذه الفقرات لقانون التجنيس أو الجنسية سيتم تعديلها. طبعا هناك الكثير من الأمور حصلت منذ عام 2003 وإلى الآن، حكومات متعاقبة يعني أحكمت قبضتها عن طريق الميليشيات المسلحة في العراق، يعني قمع الكلمة الحرة،
الحكم بحكم العراق بالحديد والنار، الفوضى، ما يجري في العراق كله فوضى، حقوق المواطنين ضائعة. لنتحدث، اسمحي لي أستاذ إيناس، ننتقل للدكتور أيمن العاني، نتحدث عن سياسات الحكومات المتعاقبة، سياسات الأحزاب، تكميم الأفواه، قمع أي ثورة سلمية بالحديد والنار، قتل الشباب العراقي بدم بارد. أليس كل هذه الممارسات مهدت لأن يتم تمرير أي قانون وسن أي قانون، سواء تجنيس الإيرانيين لمدة سنة أو تجنيس الإيرانيين لمدة شهر؟ من الذي سيتفوه بكلمة؟ من الذي سيعترض؟ يعني سياسة الحكم بالحديد والنار وبالفوضى داخل العراق، إلى أي مدى أتت أو آتت أكلها خلال هذه المرحلة لصالح الأحزاب الموالية لإيران؟ بالضبط أخي الكريم، يعني اليوم احنا نتحدث عن مسألة الميليشيات وهيمنة الميليشيات على العراق. طبعا من سمح بظهور هذه الميليشيات هو الاحتلال الأمريكي، من سمح لهذه الميليشيات بأن تسيطر على مقاليد الأمور في العراق هو الاحتلال الأمريكي، من سمح لهذه الميليشيات أن تنتشر هذا الانتشار ويكون لها اليد الطولة والكلمة العليا في العراق هو الاحتلال الأمريكي، لأنه هذا الاتفاق الأمريكي، التخادم الأمريكي الإيراني في العراق يخدم مصالح هذه الدولتين. فالمشكلة أنه اليوم هو العراق هو الساحة التي يتم تنفيذ فيها كل المخططات الخارجية، لماذا؟ حتى تخدم مصلحة هذه الدولتين بشكل رئيسي وطبعا دول أخرى. لكن فيما نحن فيه يزاد على ما تفضلتم به من قتل وتهجير وترهيب وإرهاب ويعني ترحيل قسري وما إلى ذلك، حقيقة هذه منظومة كاملة اليوم على جميع عد. القطاع الصحي منهار، لا يوجد تأمين صحي حقيقي للمواطن العراقي. التعليم، قطاع التعليم شبه منهار، والتراجع الكبير في مستوى التعليم بالعراق يظهر الوجه الكالح هذا. والبلد كان فيه نسبة الأمية تقارب الصفر، اليوم نصف العراقيين هم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، 90% من طلاب المرحلة الأساسية الابتدائية لا يفهمون ما يقرؤون. مسألة البطالة وتفقير، سياسة التفقير والتجهيل، هذه كلها يزاد على ما تفضلتم به من قتل وإرهاب وتهجير وما إلى ذلك، واعتقالات تعسفية وتضييق على الناس في أرزاقهم وحرق البساتين والحقول، كلها هذا حقيقة، كله في سبيل تنفيذ هذا المخطط. ولو وجدنا اليوم طبعا في العراق 9 محافظات مستهدفة بالتغيير الديموغرافي بشكل مباشر وكبير، هذه هي 9 محافظات أكثر يعني معظمها في الخط الواصل بين إيران وسوريا، معظم هذه المحافظات. فهذا كله حقيقة لخدمة المشروع الإيراني الأمريكي في العراق، هذا كله يراد له أن يكون ويراد له أن يتمدد، لأنه اليوم طبعا تعرف جناب العراق يمتلك ثروة ومن النوع الفاخر حقيقة، لكن هذه الفئة لم تعطى أي فرصة لخدمة الوطن. لماذا؟ لأن هذا من جملة المخطط، إبعادهم وإرهابهم ونفي بعضهم وإجبار كثير منهم على مغادرة، ومن بقي بقي بشروط يعني يجب عليه الصمت وعدم التحرك من هنا أو من هناك. لماذا؟ لأنه هذا كله من ضمن هذا الإطار ومن ضمن هذا السياق
لأن المراد للعراق هو غيابة عن الساحة سواء العربية والإقليمية أو حتى الدولية. إذن الهدف هو تغيير العراق مثل ما تفضل الضيف. نعم أستاذ. أستاذ أيمن عفوا ابقى معي لو سمحت، أنتقل للأستاذ يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. الآن هل غاب العراق؟ هل يعتبر العراق غائبا؟ لا نتحدث بشكل رسمي ولكن بشكل فعلي، هل غائبا ضمن المعادلة الإقليمية؟ هل الآن العراق غائب فعليا؟ وإلى أي مدى مشروع التغيير الديمغرافي كان من أهدافه هو تغييب العراق بشكل كامل عن دوره الإقليمي؟ نعم أخي الكريم، بأن الاحتلال هو جاء لتغييب العراق كقوة إقليمية لها دور مشهود في المنطقة، شاركت في كل قضايا المنطقة ابتداء من الحروب مع الكيان الصهيوني وأيضا بالمواجهة مع الأطماع الفارسية والإيرانية سواء تجاه العراق أو تجاه الأمة بشكل كامل. لذلك محاولة تغييب العراق أو تغييب دور العراق جرى وفق مشروع ووفق مخطط بعد انتصار العراق على إيران وأصبح القوة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أصبح هذه القوة ترعب الكيان الصهيوني الذي أراد أن ينفذ فقرتين أو إرادتين كما يقال، هي إرادة البقاء المستمر وإرادة الأمن المطلق بالنسبة له، والتي سقطت بشكل كامل بعد أحداث 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى. لذلك عملية تغييب العراق، نعم العراق فاعل رئيسي في المنطقة إقليميا ودوليا، وعندما تم إخراج مصر من عملية الموازنة أو التوازن مع الكيان الصهيوني أخذ هذا الدور هو العراق. لذلك هناك كثير من الأنظمة الغادرة حقدت على العراق لأنه أخذ هذا الدور في مواجهة الكيان الصهيوني وفي التصدي لقضايا الأمة بأكملها. لذلك تآمروا عليه بإجراء حصار ظالم اضطره إلى دخول الكويت. لذلك هذه المؤامرة بعد الواحد وتسعين ومؤامرة الاحتلال واستمرار الاحتلال وتسليمه إلى إيران بإرادة أمريكية وإقليمية من أجل تفتيته والقضاء على مكامن قوته في مواجهة كل القضايا التي تجري على الأمة. عملية التغيير الديمغرافي الآن وما يجري في البحرين، هذا الذي يجري الآن في البحرين هو بسبب تجنيس إيرانيين سكنوا لفترة معينة والآن يطالبون بعملية السيطرة على نظام الحكم في البحرين. ولذلك جاءت هذه العملية هي امتداد وحلقات متسلسلة من عملية سواء التدمير للعراق، والعراق في الدراسات الاستراتيجية يمتلك الثروة والقوة على خلاف مثلا مصر التي تملك الطاقة السكانية ولكن لا تملك المال، وعلى خلاف دول الخليج الذي يملك المال ولكن لا يملك الطاقة البشرية. لكن العراق فيه طاقات بشرية وطاقات مالية واقتصادية يمكن أن يقف على رجليه، وإذا نهض العراق تنهض الأمة، وإذا سقط العراق تسقط الأمة. لذلك عندما سقط العراق سقطت الأمة بأكملها، وعضوا أصابع ندمهم أولئك المتآمرون الغادرون الذين عملوا ليل نهار على تدمير العراق. وما يجري الآن أخي من عمليات تغيير ديمغرافي وتهجير وهذه كلها أنا على يقين بأن لا قيمة لها، ستزول إلى المزبلة مع هؤلاء الأنذال الذين يجلسون الآن ويتصدرون مشهد الحكم وإصدار قرارات وفق ما تريده إيران وتريد الدول الخارجية. لذلك هذا الذي يجي الذي يأتي ويسكن في منطقة هي ليست له، تراه كأنما ساكن في الإيجار، لا يدري في أي ساعة سوف يتم القضاء عليه أو يهدد أو يغادر. يعرف تماما بأنه ليس وطنه وأنه جاء ولذلك ترى عملية التجنيس هي ليست اليوم وليست إلى هذا القرار، تم تجنيس أكثر من 2 مليون إيراني في النجف وفي كربلاء وفي البصرة وفي غيرها قبل أن يصدر هذا القانون.
باستثناءات خاصة من أولئك التبعية أو الذيول التابعين إلى إيران، يعطى قوائم بأسماء يتم تجنيسهم. ونحن على اطلاع وعلم ليست الآن، منذ عام 2003 وإلى حد الآن يجري عملية التجنيس، ولكن بدون قبل أن يصدر هذا القرار. ولكن صدور هذا القرار كما قلت إنه يستبق عملية إجراء التعداد السكاني في سبيل أن يقال بأن هذه الطائفة هي الأغلبية، ولتحجيم دور المكون الأكبر وهم العرب السنة الذي يراد لهم أن يكون ضمن هذه اللائحة التي وضعتها الإدارة الأمريكية بالتوافق مع الصهيونية والتوافق مع إيران والتوافق مع الأنظمة الحاقدة والغادرة التي لا تريد الخير للعراق ولا للأمة. نعم نعم أستاذ يحيى. أستاذة إيناس زايد المحامية والناشطة الحقوقية، يعني تكميم الأفواه وقمع الكلمة الحرة أستاذة إيناس، أساليب استخدمتها الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق وإلى الآن، سلبت المواطن العراقي حقوقه، وهي الآن تريد، يعني هناك تلويح بتجنيس إيرانيين في العراق مدة عام واحد، وربما سوف لن يعترض أحد بسبب سياسة القمع والجرائم التي ترتكبها هذه الأحزاب وميليشياتها في العراق. من وجهة نظرك أو من وجهة نظر القانون، أمريكا أخرجت أنموذجا للعالم وهو العراق، هل هذا يتطابق مع بنود القانون الدولي عندما يكون العراق نموذج لنشر المخدرات وللتهجير القسري والاعتقالات، وآخر شيء وربما ليس آخر شيء هو سلب المواطنين حقوقهم في وطنهم وفي ثروات بلدهم ومنحها لأناس أجانب، وخاصة ما جاء به أو جاءت به تسريبات عن ربما تمنح الجنسية العراقية لأفغان ولباكستانيين ولإيرانيين. يعني الأصل في أي قرار أو أي قانون يتم اتخاذه في أي دولة دكتور سمير أن يكون يراعي المصلحة العامة بالدرجة الأولى، وأي قانون لا يراعي هذه المصلحة يعني ويراعي مصالح شخصية أو مصالح سياسية معينة يعتبر هو بالأساس قانون باطل، لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب ابتداء. ولكن عندما الحديث عن المسألة العراقية ومدى تطابق ما يحدث في العراق بشكل عام سواء بالقوانين أو القرارات المتخذة والتي تعد فيها انتهاكات أصلا لحقوق الإنسان، مدى تطابقها مع ما يعني ما ورد في القانون الدولي أو في الاتفاقيات، فنحن نتحدث عن انتهاكات متجذرة في العراق ليس من اليوم. يعني عندما نحن نتحدث عن انتهاكات لا نتحدث عن انتهاك واحد في العراق، يعني هي ليست مسألة انتهاك ويتم إنهاؤه في بكلمة أو بقرار فحسب، هناك تجذر في الانتهاكات وهناك نوع من عدم لا مبالاة اتجاه ارتكاب هذه الانتهاكات، لا يوجد معقب لا يوجد رقيب، وهناك كما ذكرت مصالح سياسية تقف خلف هذه الانتهاكات. حتى الأمم المتحدة وحتى أدرع الأمم المتحدة المتمثلة بالمجلس المجلس حقوق الإنسان على سبيل المثال لا يناقش ولا يتم طرح أي نوع من أنواع القرارات الملزمة فيما يتعلق بالعراق الحالة العراقية، كل ما يصدر هو توصيات وتوصيات خجولة، وكأن هناك رضا دولي عام عما يحدث في العراق، وهناك رغبة في الاستمرار بهذه الانتهاكات وعدم توقفها على الإطلاق. ويعني كما ذكر الدكتور أيمن يعني هناك إمعان في هذه الانتهاكات لدرجة أن هناك يعني نشعر بأن هناك تدمير حقيقي، يعني لا يراد من العراق بأن يكون دولة قوية مجددا أو حتى أن يعود يعني بقوة إلى الساحة الدولية، هناك إرادة سياسية قاصدة أن تضعف العراق بهذا الشكل وأن يستمر الإضعاف أكثر فأكثر. ما يخشى من هذا القانون أو مشروع القانون كما ذكرت هو أنه يحدد جنسيات محددة
بهذا الأمر. يعني يفهم بشكل عام بأن الدولة في قانون الجنسية والأجانب بأنها تضع شروط معينة لتجنيس الأجانب في الدولة، ولكن الشروط التي وضعت في هذا المشروع هي التي تضع علامات استفهام. لماذا تم اختيار جنسيات معينة؟ ولماذا تم اختيار هذه مع أن العراق لم يكن أبدا يوما يعني دولة تجنيس، لم نسمع ولم يحدث أن حصل أن في العراق اعتبر دولة تجنيس. نعم بالتحديد هذا الأمر، يعني هذه الظروف التي تضع هناك علامات استفهام حول مشروع هذا القانون والغاية منه، لأننا لا نتحدث اليوم عن ظروف طبيعية. يعني اليوم مثلا العراق ليس بحاجة مثلا سكان يعني أو كثافة سكانية، وهو ليس بحاجة مثلا أن يكون هناك استثمار. بعض الدول تضع استثمار يعني مبلغ استثماري معين حتى تجذب الاستثمارات إليها، فتضع شروط معينة حتى يتم منح الجنسية، هذا لا غير موجود في مشروع القانون. وهناك أيضا شروط متعلقة في اللغة على سبيل المثال، هناك شروط متعلقة في مسألة التقارب الثقافي. لا لم يضع القانون أي شروط من هذا القبيل. الأمر الذي يوضح بوضوح أو يعني بشكل واضح بأن هناك نية أخرى غير مسألة تجنيس هؤلاء الأشخاص. حتى أنا أستاذ إيناس، أن من عام 2006 هناك قانون سنة في العراق فيما يخص موضوع التجنيس، أنه إذا بقي الإيراني أو الأجنبي بشكل عام 10 سنوات إقامة في العراق دون مشاكل يتم تجنيسه ومنحه الجنسية العراقية. نتحدث عن 2006، يعني من 2006 إلى 2016 هذه 10 أعوام، هذه كافية جدا لأن يمتلئ العراق بالأجانب وربما يمتلئ ب الإيرانيين، وهذا يفسر ربما كيف تم تهجير العراقيين من مناطقهم الأصلية في كثير من نتحدث عن أكثر من 350 منطقة في العراق عراقية، وخاصة حزام بغداد تم إفراغها من أهلها بشكل قسري. أستاذ إيناس اسمحي لي فقط أن أنتقل للدكتور أيمن الآن. دكتور أيمن، هذا المشروع تداعيات استمراره؟ يعني هو الحقيقة هذا المشروع طبعا ضمن مشاريع أخرى، هذه المشاريع كلها مشاريع هدامة، مشاريع تذهب بالبلد إلى المجهول، مشاريع تضع أمام المواطن العراقي عقبات كؤود للنظر في مستقبله أو مستقبل أولاده. هذه كلها حقيقة يعني مسألة مخطط لها، مسألة تم الاتفاق عليها، مسألة تخدم الدول المهيمنة على العراق، وأقصد هنا أمريكا وإيران، مسألة تريد أن يعني تغيب العراق أكثر فأكثر كل ما من شأنه أن ينفذ هذا المخطط، هم سائرون به بشكل كبير. يعني اليوم حتى على مستوى الموارد الطبيعية العراقية هي كلها مجيرة لصالح إيران ولصالح أمريكا، كل الموارد سواء الغاز والنفط وحتى مسألة تعطيل القطاع الصناعي والعثرات الكبيرة في القطاع الزراعي، هذه كلها حقيقة يعني لم تأتي بشكل عفوي يعني بين قوسين، لكنها أتت بشكل متعمد وبشكل مقصود وبشكل يراد له أن يكون. لماذا؟ لأن هذا الموضوع هو متعلق بالسبب الرئيس لاحتلال العراق. ولماذا تم احتلال العراق؟ تم الاحتلال بحرب عدوانية وبني على أكاذيب وخداع، وهذا كله يشهد به الجميع. فإذا ما السبب الرئيس في احتلال العراق؟ هو هذا، أنه يعني النيل من هذا البلد ومن أبناء هذا البلد يعلمون جيدا أنه لو سمح للعراق بأن يعني يعيش في ظروف طبيعية أقل من الطبيعية بقليل أيضا سيكون متميزا
وسيكون رائدا وسيكون متصدرا ومتقدما على أقرانه من الدول، من دول المنطقة. يعني اليوم الجميع يشهد أنه لولا إيران لما احتل العراق، لولا إيران لما احتلت أفغانستان. فإذا هذا الدور التخادم الأمريكي الإيراني الصهيوني، طبعا بالنتيجة لأنه هذا الموضوع متعلق وله يعني تبعات كثيرة، فهذا كله حقيقة يعني من جملة هذا الموضوع. وما مسألة التجنيس، وكما ذكر الضيف الكريم دكتور يحيى، أنه يعني لدينا حتى في القسم كثير من الإثباتات والشهادات والوثائق التي تدلل على تجنيس الإيرانيين في العراق خلال السنوات الماضية، وهذا التجنيس طبعا طائفي بامتياز. هنالك من الإيرانيين سنة لكن لا يتم تجنيسهم إلا الذين يتم التوصية بهم كما يقولون من المرجع الفلاني أو الميليشيا الفلانية أو فهذا طبعا. وحدثت حتى من جملة الضباط، بعض الضباط الذين يعني سربوا هذه المعلومات ولم يطيقوا حتى البقاء في مناصبهم نعم. بعد هذه الإجراءات، وقسم من الضباط أيضا تمت إحالتهم على قضايا إرهاب لأنهم رفضوا تنفيذ هذا المخطط. فهذه كلها يعني هذا حتى سياسة يعني الكيل، كيل الاتهامات اليوم في العراق لإبعاد أي صوت وطني، لإبعاد أي صوت يريد أن يفضح الفساد والإجرام نعم الحكومي دكتور. والإرهاب الحكومي حقيقة، الذي يعني لا يزال إلى اليوم في العراق لدينا أعلى مستويات من الجرائم المنظمة، لدينا أعلى مستويات من جرائم القتل، وحقيقة حتى في طريقة تنفيذها اليوم يعني تقشعر لها الأبدان كما يقولون، جرائم يعني تنم عن إجرام يعني لا متناهي بالنسبة إذا أردت إلى كثير من الفاعلين. نعم كثير حتى من المحللين أرادوا يعني عندما ينظرون إلى الوضع العراقي يصفونه بأنه إذا أردت فعلا أن تغيب العراق عليك أن تغيب شباب العراق، وهذا ما جرى يعني باستهداف الشباب بالمخدرات ونشر التفاهات على مواقع السوشيال ميديا باستخدام الضباب الإلكتروني وغيرهم من الأدوات، يعني الكثير من العوامل يعني النفسية. البلد نعم البلد كان خاليا من المخدرات قبل 2003، نعم ولا أحد يستطيع أن يذكر هذه الكلمة أصلا. بالضبط. اليوم أكثر من 50% من الشبان العراقيين يتعاطون المخدرات ويتناولونها وكأنها يعني طبعا، وتوفر لهم بأساليب بسيطة وبأسعار زهيدة. هذا كله حقيقة يعني ما دور الحكومة في ذلك؟ يعني اليوم حتى الميليشيات وفي ما بعد 2006 وما فعلت الميليشيات من مخططات لتنفيذ التغيير الديموغرافي الذي نتحدث عنه، أين دور الحكومة في كبح هذه الميليشيات؟ طيب. أين دور الحكومة في حماية المواطن العراقي؟ اسمح لي فقط، أين دور الحكومة؟ نعم أستاذ أيمن أعتذر منك، اسمح لي فقط أن أنتقل للدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، الحكومة هل تعتبر أداة فاعلة في ضرب المجتمع العراقي وتغيير تركيبته السكانية؟ هي أداة من أدوات الاحتلال سواء الأمريكي أو الإيراني، وهي لا تملك لا أي قرار أو إرادة، هي منفذ لما تطلبه منه إيران بالدرجة الأساس، لأن حتى أمريكا أصبحت وطأتها على الحكومة العراقية أقل بكثير من الوطأة الإيرانية. الهيمنة الإيرانية أصبحت واضحة من خلال السيطرة على القرار العراقي، والحكومة العراقية مجرد منفذ، أو كما قال أحد رؤساء الميليشيات بأن رئيس الوزراء هو مجرد مدير عام عند الحرس الثوري الإيراني أو عند هذه الميليشيات لتنفيذ هذه المخططات ولتنفيذ هذه الأجندات التي
تخدم المصالح الإيرانية وتخدم المصالح الأمريكية من أجل تدمير العراق ومن أجل تغييبه عن الساحة الدولية ومن أجل تدمير شبابه وتدمير وتمزيق نسيجه المجتمعي. شكرا جزيلا أستاذ يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وشكرا جزيلا دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وشكرا جزيلا الأستاذة إيناس زايد المحامية والناشطة الحقوقية. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة وإلى اللقاء.